جزاك الله خير يا رضا الرحمن غايتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ والدي مفوضني ان انا اسأل حضرتك. احنا 3 بنات وولدين، تمام؟ واحنا البنات اتجوزنا، وهو كان جاب لنا كل واحد فينا ما يعادل عربية، وحصل ظرف والفلوس بتاع اخويا يعني بقت مع والدي دلوقتي، مش عنده عربية ولا حاجة. عندي اخ في الكلية، فهو عايز يعمل هو قلقان ان الاجل يجي في اي وقت، وعايز يكتب لاخواتي الولاد حاجة على جنب ما يعادل جوازاتهم والعربيات، وفي نفس الوقت قلقان ان الحاجة دي قيمتها تتضاعف، يبقى اكتر من الجوازات والعربيات، ويبقى ظلم البنات. فهل يجوز اصلا ان هو يكتب لهم؟ اما انا اسألك سؤال يعني. نعم؟ سأسألك سؤالا. تفضل. الله يزيدك من فضله. اولا ابلغي والدك السلام وقولي له جزاك الله خيرا على حرصك على العدل وعلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وليست في رقبتك مظلمة لأحد. اشكريه جزاه الله خير يا رب العالمين. ثم إني أسألك سؤالا، أبوك أعطاك هبة صح أم لم يصح؟ الهبة هي الزواج، تكاليف الزواج، صح أم لم يصح؟ صح. إذا أعطى أخاك مثلها هل يأثم الوالد؟ لا طب. خلاص، يجوز أن يعطي الولد مثل ما أعطى البنت. بل هناك رأي يقوله رأي الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي في الهبات الكبيرة، في الهبات الكبيرة أن للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هو يعمل كده، إحنا كنا نص الولاد في الهبة. أنا بقول لك في رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورأي إسحاق بن راهوي رحمه الله، وإن كان الجمهور يقولون بالتسوية، لكن هذا رأي موجود وهو أوفق للقياس، والله أعلم. طب هو عايز يكتب لهم محل، رأي حضرتك يكتب عادي؟ أنا ما أستطيع أقول يكتب ماذا أو لا يكتب ماذا، لأن أنا ينبغي أن يكون عندي تصور كامل عن التركة والوضع، فلا أستطيع أن أقيم القدر الذي يكتب. طب هو دلوقتي مش معاه سيوله، هو بيقول ان هو مش معاه سيوله فعلا. طيب مش معاه يعني، عفوا، بيقول لو انا عشت ربنا سبحانه وتعالى. اسمعي لي بس في الكلام يا اختي. في بلادنا في الفلاحين احيانا الرجل حاله مثل حال ابيك، زوج البنات وستر عليهم، والبنت كلفته مثلا 5 قراريط ارض، يأتي يكتب للواد انك يا فلان لك 5 قراريط ارض، هل فيها مشكلة؟ ولو 10 قراريط ما فيهاش مشكلة برضه، على رأي الإمام أحمد كده. تمام، الله يسلمك. طيب معلش يا شيخ، فضلتش بيقول حضرتك طب لو القيمة دي زادت أياميها، زادت نقصت، ما لنا دخل بقى الآن. الآن مع قيمة العفش أيضا الذي أنفقه عليك، إذا جئنا نقيمها الآن تضاعفت. يعني أبوك جاب لي غرفة نوم مثلا 30,000، الآن غرفة النوم هذه جينا نشتريها نشتريها ب60,000، صح ولا أنا غلطان؟ لا هو فاهم الحتة دي، هو مثلا بيقول هيتجوزوهم زي التكاليف العرس، الولد والبنت زي ما بنجهز العادي ده، طبعا احنا لو مليون دلوقتي بعد كام سنة الله أعلم ممكن تبقى كذا مليون، ومش قصده كده، قصده لو كتب محل والمحل ده بقت قيمته الآن المحل الآن وعربيات. صبرا يا عروسة، الآن المحل هذا قيمته مثل قيمة تكاليف زواجك ولا لا؟ لا أكتر. أكتر شوية. نفس الشيء، الفلوس اللي زوجك بها إذا بقيت حولها ذهب وحولها دولارات ستتضاعف أيضا. فما فيش مشكلة. بس بيسأل حضرتك لو هو وصل ولاد، لو في فرق في الفلوس ده تتقسم على إخواتكم، والولاد ما نفذوش الكلام ده، هل هو هيبقى عليه اسم وقتها؟ ربنا يديله. لا طبعا لا تجوز هذه الوصية، لأن النبي قال لا وصية لوارث. يكتب من الآن كل حاجة، يكتب من الآن كل حاجة يعملها في حياته إذا كان يعني، لكن وصية لا يجوز له أن يوصي لوارث من الورثة، والبنات الآن ورثة. تمام، أيوة، يعني هو الصح إن هو يكتب من دلوقتي ليهم مثلا المحل، يوازن أموره. تمام.
الله يسعدك. ما كنتش طماع كده يا عروسه، مش اتجوزت والله، ده انا عايزه اريح بابا. ما انت بابا بس تريحي، اذا انت عايزه تعنتي عليه وعلى اخوك الله يسامحك. ابوك يزوجك وبسطك وعمل لك الحفله وقبلك فستان العروسه والعفش والجهاز وتاب. اجيك ابن مثلك يا اختي، صلى على رسول الله كده عليه الصلاه والسلام. لك يقول الله يبارك لك يا اخويا، ما تحسدوش بقى وتطيريه طبعا يعني. والله الله يبارك له، هو والدي اللي عايز يسال يعني. ابوك راجل طيب جزاه الله خيرا، ربنا يبارك في عمره يا رب ويجوزهم ويفرح بيهم هو بنفسه. اللهم امين. وامك موقفها ايه بقى من الموضوع ده؟ نعم، امك موقفها ايه؟ طبعا عايزاه يكتب للاولاد، عايزاه يكتب. سامعني؟ ماشي.